هات شنطة الفلوس عشان أفرغ المسدس ده في راسي. طيب احنا متشكرين جدا يا حسام بيه واسفين لتعب حضرتك. لا ابدا علي يا استاذ عبد العظيم. عبد العزيز نورته. باي باي، مع السلامة. الحقيقي هو الباب ده بيفتح على شقتنا ولا ايه؟ الحقيقي يا جميلة يا بنتي انا اتسرقت. خير يا ماما؟ ايه اللي اتسرق منك؟ هو هيكون اللي في بالي هو اللي اتسرق منك. ايوه يا عبد العزيز ايوه، انا واقعة في عرضك يا سعادة الباشا. الحقني يا عم حسام. ازيك يا طنط؟ حسام ابن فيفي ما شاء الله عليك كبرت وبقيت ظابط. هي فيفي ازيها دلوقتي؟ لا لا لا، فيفي ايه يا طنط؟ مفيش فيفي هنا خالص، ده انا هي ليا مركزي، انا المقدم حسام. يا سعاده الباشا يا حبيبي عشان خاطري انا جايه اعمل محضر، انا اتسرقت. ايه اللي اتسرق منك؟ يا حماتي اوعي تقولي عشان لو عملت محضر رسمي حماها هيعرف. ها ماما، حسام بيسالك ايه اللي اتسرق منك؟ شنطه. ايوه يعني شنطه ايدك دي كان فيها كام؟ فلوس. فلوس كتير يعني؟ انا متهيألي يا حماتي لو دورت على الفلوس ممكن تلاقيها منطورة هنا ولا هنا، يعني عشان ما نتعبش الباشا. بس هي بتقول ان الفلوس اتسرقت مش اتنطورت كده ولا كده. معلش انا اسف جدا يا حسام باشا، يعني دي مسائل عائلية هنناقشها ان شاء الله انا وحماتي وجميلة مراتي. ايه عبد العزيز قلة الذوق دي؟ دي قلة ذوق؟ هي دي قلة ذوق؟ انا اول مرة ادخل اسم بسبب بنتك ولسه يا دوبك هنمشي الاقي امك دخلت. عمري ما دخلت اسم ده، حتى بابا ما عتبش حتى قدام اسم. تمام يا فندم، الاثنين اهم بتوع المحضر بتوع المطعم ساعتها. ايه ده بابا؟ ده انا لسه ما كملتش الجمله. عبد العزيز ايه اللي جابك هنا؟ اتمسكت بايه بالظبط؟ هو ده والدك يا استاذ عبد العظيم؟ عبد العزيز والدي. حصل ايه يا عم؟ محفظه ضاعت وفيها المعاش كله. معاش؟ ده موضوع نتكلم فيه بعدين يا كاميليا. يعني انت بقى مش كاميليا؟ هي دي بقى ست الحسن والجمال اللي انتوا بتشقطوها لبعض؟ لا لو سمحت يا مدام، ما اسمحلكيش ابدا تقولي الكلام خلاص ده. خلاص 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 يا حضره الامين، كامل فاتوره وانا ادفعها ونخلص الموضوع ده. 1000 جنيه ساعتها. ايه 1000 جنيه؟ انت اكلت ايه يا بابا؟ انا معيش غير 200 جنيه. وانا معايا 150، ينفع دول يطلعوا عمي بس؟ لا طبعا. خلاص يا ابني خد ال 1000 جنيه بتوعك. مفيش داعي لموضوع المحضر ده عشان الموضوع يخصني. امسك. يخصك يعني ايه حضرتك؟ لا بعد اذنك انا ما اسمحش، انا الفلوس دي انا اللي هدفعها يعني، بس كمان شويه. هو ايه اللي ما تسمحش؟ حرام عليك، سيبه يدفع، انا اتاخرت على البيت، بابي هيموتني. يا ريت اهو يريحنا. متشكرين قوي يا سعاده الباشا، متشكرين قوي. يلا طيب استنى، الحساب 930، هات المية دي. طب وبالنسبه لل 30 جنيه؟ انا سايب ازازه ميه ما حدش لمسها، ما اتفتحتش. ولا اقول لحسام بيه قريبي ها يقفل لكم المطعم ده خالص؟ وعليه حسام بيه. لا طيب احسن. سلام عليكم. انا بجد مش عارفه اشكرك ازاي. اسمه المقدم حسام الوحشه، اصغر مقدم في الداخليه وقاهر الهكسوس والتتار. انا ما عملتش حاجه يا ناس جميله، ده الواجب. لا ازاي ازاي يا حسام بيه؟ ده انا شاكر لفضلك ومش عارف ارد جمالك ازاي. خلاص احنا هنتعشى بكره عند عبد العزيز. طبعا يا عم انا ما اقدرش ارفض لك طلب. لا ابدا، مين اللي هيتعشى عند مين؟ انا وسام. واديك عرفت المطرح. خلاص خش. انا عايز افهم بقى كنت فين ومع مين؟ بابي انت عمرك ما ضغطت على حد فين عشان يقول لك على حاجه؟ وعملت ايه بقى في ثقتي؟ تخرجي من البيت وتتسحبي زي الحراميه. انا مش حراميه، انا ما سرقتش حاجه. لا سرقتي، سرقتي ثقتي فيكي. انا مش عارف ارجع ثقتي فيكي تاني ازاي. شت انت يا بنت، اما بكون بتكلم معاكي تبصيلي وما تقليش ادبك. يعني انا صارف عليكي دم قلبي عشان في النهايه ترد عليا وتقلي ادبك وبالانجليزي كمان؟ يوهو، انا احسن انتوا خلفتونا عشان تسمعونا اسطوانا صرفنا عليكي دم قلبنا. لو مش هجيبكم رجعونا من مطرح ما جبتونا. نرجعك مسرح ما خلاص. ياسمين خش اوضتك. سامع البنت بتقول ايه؟ انا هفرجك يا ياسمين. يعني ايه؟ البنت بتربينا؟ احنا اللي بنربيهم ولا هم اللي بيربونا؟ اهدى يا عبد العزيز، بس الامور ما تتحلش كده. هما بتتحل ازاي؟ احنا وضع علينا ان احنا الجيل اللي كتب عليه ان هو يتربى مرتين، مره من اهله مره من عياله. ممكن ما تكبرش الموضوع؟ ما تكبرش الموضوع، الموضوع كبير لوحده يا هانم. اما اروح اجيبها من الاسم، ولا اما تخرج وما اعرفش بتخرج مع مين، ولا بترجع امتى، ولا ما في النهايه بتقل ادبها وبتشتمني وبالانجليزي كمان. مفيش بس داعي لده كله، هي مش هتمتكش ولا حاجه، دي بتقول شت. والشت دي مش شتيمه؟ لا ممكن بقى تهدى كده وتنسى الموضوع خالص. يلا ندخل اوضتنا بس نتكلم، عايز اعرف منك كل اللي حصل في اليومين اللي فاتوا. ماشي.
استني 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 استني، ما تاخدنيش في دوكه. ايه حكايه حسام الوحش ده؟ ما انا كنت هقول لك طبعا على كل حاجه، بس نقعد نتكلم بقى عشان الولاد ما تسمعناش. انا لازم افهم كل حاجه بتحصل في البيت ده من ورا ظهري عشان انا مش طرطور. شت. قلت ايه؟ ما قلتش حاجه. شت. اخزي الشيطان يا كيمي وتعالي اوصلك. ابعد عني يا راجل انت، بدل ما صرخ وفرج عليك اللي يسوى واللي ما يسواش. وهون عليكي برضو. لا لو سمحت يا استاذ، انا راجل مهندس محترم، مش معنى ان انا بحسن من دخلي وبشتغل بعربيتي بعد الضهر يبقى هارد ان انا. ايه اللي بتقوله ده يا بني ادم انت؟ ايه فاهم ان انا ممكن اشرط من الشارع؟ دي كاميليا خطيبتي وفي شويه مشاكل وبنحلها. اقطع يلا وراها. لا لو خطيبتك يبقى موضوع تاني. كيمي اوصلك ونبقى نتفاهم الصبح في اي حاجه. تصدق ان انت فعلا راجل ما عندوش ريحه الدم؟ مش كفايه الفضايح اللي انت عملتها لي ودخلتني الاسم، جايب لي معاك واحد صايع شبهك وماشيين ورايا؟ ايه هتخطفوني يعني؟ لا هخطبك. تخطبها ايه يا استاذ؟ هو مش حضرتك بتقول انك خطيبها؟ لا حضرتك مش فاهم. هي خطيبتي بس انا لسه ما خطبتهاش. طب انا راضيه ذمتك، ده منظر واحد يبقى خطيبي انا؟ اوعى تفتكر ان انا عشان كنت لطيفه معاك ان انا ممكن افكر لو للحظه ان انا اتجوزك. انت اخرك تشوف لك دار مسنين تقعد فيها ثلاث اربع سنين اللي باقيين لك دول. سلام يا انكل. بترسيني يا استاذ، هي خطيبتك ولا مش خطيبتك؟ لو سمحت انا عايز اروح البيت. معقول؟ ازاي كده هي وصلت للدرجه دي؟ جالك كلامي؟ انا مش مصدقاك يا عبد العزيز، انت ازاي تفتح ورق الامنيات بتاعنا وتقراه بعد ما استأمناك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اللي فارق معاكي يا هانم؟ ان انا فتحت ورق الامنيات؟ مش فارق معاكي ان حد من العيال عايز يسيب البيت ويطفش والتاني عايز يبطل الادمان؟ ولا انت يا هانم اللي نفسك ان الحمل يكمل وكان لازم تقولي لي؟ ما احنا الاثنين في مركب. ثانيه واحده، مين قال ان انا حامل؟ اهي دي الامنيه بتاعتك اهي، مكتوب فيها نفس الحمل يكمل المره دي. اتفضلي. دي مش ورقتي. مش ورقتك ازاي؟ انت مش من ثلاث سنين كان نفسك تجيبي اخ او اخت للولاد على اساس ان ده بيكون شخصيتهم؟ الكلام ده من ثلاث سنين، لكن خلاص قعدت مع نفسي وفكرت ولقيت ان انا مش قادره ابتدي من الاول تاني حمل وولاده ورضاعه. امال مين يعني؟ تكون حماتي؟ مش معقول. دي تبقى مصيبه سودة وممكن اطب ساكت لو الاحتمال الثالث. مش للدرجة دي، الورقة مكتوبة في المطلق، يعني ممكن يبقى واحد بيتمنى لواحدة تانية إن حملها يكمل، ممكن بابا، ممكن حماية، أو لا قدر الله كريم، أو أنت؟ لا أنت إيه؟ نتكلم بعقل كده، أنا أمنيتها أهي، وأنت عارفة خطي كويس، اتفضلي. نفسي ألاقي نفسي أمنية أوفر، ورقتك طبعًا. طيب يا اللي مش أوفر، إحنا هنعمل إيه بقى في الأمنيات المهببة دي؟ احنا نبتدي بالمشكلات اللي على ارض الواقع. انت تشوف ياسمين والولد اللي بتحبه ده، وانا تسيب لي بقى موضوع كريم برفضه بسجايره، انا اللي هتصرف معاه. ايوه يعني هعمل ايه بالظبط؟ انا هرملهم الكره في ملعبهم وانت تعمل اللي هقولك عليه بالظبط. ربنا يستر. يا ابويا. ايه مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه؟ عندي شوية صداع هيفرتكوا دماغي. ألف مليون سلامة، أنزل دلوقتي حالا أجيب للدكتور. لا لا لا، أنا هاخد شوية دواء وأبقى كويسة حبيبي. حبيبي؟ تعالي هنا، تعالي عودي عودي. يا حبيبي دي. عودي يا حبيبتي. كويسة إزاي وأنت بتقولي الكلمة دي؟ يا دماغي. أنت صحيح بتحبني يا عبدو؟ اللي بحبك؟ هو ده سؤال تسأليه برضه؟ أنا لولا أنا بحبك كنت قدرت اعيش معاكي 45 سنة جواز. 45 سنة ايه يا عبدو؟ انت اكيد ما بتعرفش تحسب. هما كلهم على بعض يجي 29 30 سنة. طب وبنتك دي اللي احنا يعني هتخش على 40 جبناها امتى؟ ليه؟ هو انت اتجوزتني يعني اول ما انا اتولدت؟ فعلا. احنا اتولدنا ساعة ما اتجوزنا، يعني سننا بس احنا الاتنين كده 45 سنة، ما يتحسبش أي سن قبلي أبدا. سلام عليك يا عبدو. هو لولا كلامك الحلو ده اللي بيخليني أدوب فيك وأحبك بزيادة وزيادة كانت عدت السنين كده زي الهوا. طب بمناسبة الخمس دقايق دول اللي احنا قلنا فيهم كلمتين حلوين قوي، حبيبي وبحبك والحاجات دي،
يعني هقولك مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ايه يا عبدو؟ بس الأول قوليلي ايه الحاجة اللي ممكن تزعلك مني قوي؟ ما هو ده يتوقف على نوع وحجم الحاجة اللي انت عملتها يا عبدو. انا بصراحة بقى في حاجة عملتها زمان وعاوز اعترفلك بيها. ايام ما كنت في المصنع كنت كل شهر بقرطم شوية من المهية بتاعتي واحطها في قلب البنك، وصل المبلغ دلوقتي 250,000 جنيه. يا نهار باين يا عبدو، بتقرطم من المرتب وتحوش من ورايا يا عبدو؟ انا عارف ان انا غلطان. طبعا غلطان، غلطان وستين غلطان، والغلط راكبك من ساسك لراسك. 250,000 جنيه محوشهم ومقرطمهم ومخبي عليا يا عبدو. مو انا نويت اصلح غلطتي دي، رحت البنك فكيت الوديعة ام 250,000 وحولتها للحساب الجاري عشان ناوي اشتري لك بيهم حاجة حلوة قوي. ايه هي الحاجة دي يا عبدو؟ فاكر السنة اللي فاتت كانت كل أمنيتك إن أنت إيه يبقى عندك شاليه في الساحل الشمالي. أنا حطيت الكلام ده في دماغي، كلمت كل السماسرة لحد الحمد لله عترولي على حاجة محندقة كده بنفس الثمن. إن شاء الله ناوي أشتريها لك كده يبقى صافي يا لبن. سامحيني بقى. زيزو يا زيزو انت نمت؟ لا ابدا انا صاحي، يعني انا بلعب استغمايه، انا مغمض عيني ليه يعني يا جميله؟ ما اكيد عشان نمت. تعرف يا زيزو ان انا كنت مبسوطه قوي النهارده واحنا في الاسم. خلاص يا ستي ليك عليا، بكره اخدك الاسم انت والعيله كلها، والواد كريم ناخده برضه ما راحش قبل كده، العب شويه مع العساكر بقى. انا كنت بتكلم بجد. كنت مبسوطه عشان انا كنت حاسه ان انت غيران عليا قوي. تعرف امتى اخر مره شفت في عينك نظره الغيره دي؟ هي الساعه 2 فعلا ولا متهيألي؟ شوف انا بكلمك في ايه وانت بتتكلم في ايه. عبد العزيز انا مش حاسه ان احنا بقينا قريبين من بعض زي زمان. حبيبتي ما انت بتبقى مشغوله بال 24 ساعه. واديني فضيت لك اهو. فضيتيلي الساعه 2 بالليل وانا نايم. ما انت صحيت خلاص. بغمضي عينيكي اهو. هفضل مغمضه كتير. عبد العزيز إيه. انت نمت؟ لا يا حبيبتي انا لقيتك غمضت عينيكي فقلت يعني عشان نايمانه يا عيني مشغوله على طول فقلت رايح شويه. ماشي اتخمد. هو في ايه يا كريم؟ البيت فيه حركه مش مظبوطه. انا كمان حاسس في حاجه غلط. ماما صحيتني النهارده من بدري وقالت لي اروح معاها المدرسه. هو مش انت مفصول اسبوع؟ ايوه هي قالت لي اروح معاها المدرسه بس ما قالتليش اروح معاها ليه. انا كمان زيزو قال لي ان هو مش هيوديني المدرسه وهياخدني مع البنك. انا بدات اقلق. وانا كمان. عموما لو حد فينا عرف حاجه يلغي تاني على الواتساب. اتفقنا. مش فاهمه ليه ما ودتنيش المدرسه وجايبني هنا. خط كان وش كده. وش يشوفك يعني وانت متضايقه انك انت ما رحتيش المدرسه، ما يشوفكيش وانت عامله عيانه عشان تزوغي من المدرسه وتشوف البيت بتاعك. ها بص يا زيزو انا عارفه ان انت كأب بتتدخل في حياتي وفاكر ان انت عارف مصلحتي اكتر مني، بس ده مش بيكون صح. ليه وانت شفت مني ايه وحش يعني؟ ده مجرد اختلاف وجهات النظر، يعني مش شرط اشوف منك حاجه وحشه عشان نختلف وجهات النظر. غلطتنا مع اولادنا اننا مش بنصدق انهم كبروا وبنفضل دايما شايفينهم صغيرين، عشان كده لازم نبطل نهاجم ونبتدي ندافع عشان نرمي الكورة في ملعبهم. عزيزو فرحان في ايه؟ في الموضوع اللي انا جايبك النهاردة عشان انا وانت نتكلم فيه. ايوة اللي هو ايه بقى؟ انا ومامي هنتطلق. ردي بقى كيمي. كيمي مين؟ والنبي يا ست انصاف خديكي في حالك. طب انا عاوز اخرج بقى، انت بقالك زمان ما خرجتنيش. يا ستي انا لا خرجتك لا زمان ولا في اي وقت. انت بتشخط فيا يا سعليوه، وكل ده عشان مين؟ عشان اللي اسمها جيمي دي؟ اسمها مش جيمي، اسمها كيمي. ايوه مين بقى كيمي دي؟ استني نمره غريبه،
الو، ايوه، ها سيادة المديرة، اهلا اهلا، تحت امرك، ده التليفون نور. اجي؟ حاضر، مسافة السكة هكون عندك. بالسلامة. هتكون عايزاني في ايدي. اه، عاوزة ايه؟ اتخنقت. طب مين كيمي بقى؟ انا مش عايز حضرتك تقلقي هنا. ما قلقش ازاي يا حسام يا ابني، ده انا خلاص دماغي هتنفجر. دول مش 100 جنيه ولا 200، دول 250,000 جنيه. انا عارف حضرتك مش فاكرة اي حاجة من مواصفات اللي هجمك ده. لا، ما هو ما كانش واحد، دول كانوا اتنين وراكبين موتوسيكل، واحد سايق الموتوسيكل والتاني هددني بالمسدس. مش فاكرة اي حاجة من ملامحهم، حاجة مميزة في صوتهم؟ لا، مش فاكرة اي حاجة غير ان هما كانوا ملكفتين وشهم كده ودماغهم مش باين غير عينيهم ورموش عينيهم باسود كده. طب مش فاكرة اي حاجة قالها لك مميزة مثلا وهو بيهددك؟ هو اللي كان سايق الموتوسيكل ما قالش حاجة خالص، لكن التاني طلع المسدس وحطه على دماغي كده وقال لي هفرغ المسدس ده في دماغك لو ما اديتنيش شنطة الفلوس. معلش تعبتك معايا انا عارف، بس اخر سؤال، هي الشنطه اللي كان فيها الفلوس دي هل هي باينه انها شنطه فلوس، يعني شنطه سامسونايت مثلا، ولا شنطه عاديه ممكن يكون فيها اي حاجه؟ لا يا حسام يا ابني، دي شنطه عاديه خالص، دي مش ماركه حتى ومش باين عليها اي حاجه، وكنت معلقاها على كتفي ده. انا عايزك تهدي بس. طب في حد يعرف ان كان في الشنطه دي فلوس؟ لا خالص، مفيش حد يعرف انه كان في فلوس في الشنطه غير هو زيزو. زيزو ده مين؟ زيزو ده عبد العزيز، جوز جميلة بنتي اللي كان هنا امبارح في القسم عند حضرتك. ما علينا، مفيش حد تاني يعرف خالص موضوع الشنطة اللي فيها فلوس دي؟ لا، وبعدين هو خرج من البيت جه على القسم عشان بنته وروحنا كلنا سوا. شرط، هو ممكن يبعت حد يراقبك وبعدين يسرق الشنطة؟ انا كده كده الواد ده انا مش مرتاح له بصراحة. والله عندك حق، انا كمان عمري ما ارتحت له. طب سؤال كمان معلش، ما خدتيش بالك من ماركة الموتوسيكل اللي كانوا راكبينه؟ والله اصل انا بصراحة يا حسام بي، قصدي حسام يا ابني، ما بفهمش خالص في ماركات الموتوسيكلات. بس افتكرت حاجة يمكن تفيد حضرتك. هو الموتوسيكل كان عليه صندوق كده ورا زي حاجات بتاعت الدليفري دي، صناديق الدليفري. صندوق الدليفري. بص يا طنط، انا عايزك تطمني، طالما الموضوع ده حاصل في دايرة الاسم بتاعي يبقى اعتبريه خلصان. ما بقاش حسام الوحش لو الفلوس دي ما بتتش في حضنك النهاردة. خد يا ابني، عايزك تاخد من الهانم اسامي المحلات وبتوع الدليفري اللي بتتعامل معاهم، تروح للأمين محسن تقول له حسام بيه بيقولك ان العيال دي فيهم واحد شمال، في ظرف ساعتين يكون جايب لي الواد ده من وسطيهم. عمرك يا باشا. حقا لو ده حصل يا حسام يبقى لك الحلاوة. انت عارفة انا حلاوتي ايه؟ انا عارفة طبعا، واعتبرها وافقت. بجد والله يا طنط؟ انت ما شفتش نظراتها ليك كان كلها اعجاب ازاي؟ انا ست وافهم كويس قوي. هي المشكله مش هتبقى فيها هي، مشكله هتبقى فيه هو. انا مش فارق معايا الا هي، الباقي ده كله مش مشكله، انا هعرف اتصرف فيه كويس قوي. يا رب يا ساتر. اتفضل يا سياده اللواء، اتفضل. واضح ان حضرتك عندك ضيوف. لا ابدا، مفيش حد غريب، دي جميلة براتبنا. جميلة. تصدقي شميت ريحة البرفان بتاعها من وانا واقف؟ انا كفيف زي ما انت شايفة. تفضل يا عم. الله يخليك. تفضل اقعد. تفضل على مهلك. انا قلت الجميلة مش معقول يبقى حماها بطل حرب ونفوت الفرصة دي. والله ده من ذوقك بس. قولي له فكرتك يا جميلة. أيوة يا عمي، الطلبة هنا محتاجين يسمعوا من النماذج اللي زي حضرتك قصص من بطولات الحرب، عشان عايزين نزرع فيهم الانتماء وحب الوطن. وأنا ما تأخرش عليهم أبدا، ده أنا تحت أمرهم، هحكي لك حكايات جميلة عن الحرب. أنا بقول بقى نكمل مناقشتنا في الميتينج روم في اجتماع البي تي اي. مين؟ البي تي اي، مجلس الآباء. عشت الأسامي. وخصوصا بقى أن هناك العقيد راضي السيد والعميد سامح ابو العيله من القوات المسلحه، وهينسقوا مع الشؤون المعنويه ومدونا بمعلومات عن الكتيبه بتاعتك، ده مش بعيد يسموا المدرسه باسمك. لا ده
لا المدرسة كده اسمها كويس، خليها زي ما هي، وأنا مش ناقص تكريم ولا هي جميلة؟ طيب أستأذن أنا معلش عشان عندي حصة، كان نفسي أحضر معاكم اجتماع مجلس الآباء. ما تسيبنيش يا جميلة. عن إذنكم عن إذنكم. رايح فين يا سيادة اللواء؟ ده الاجتماع بعد نص ساعة وهتقابل زمايلك. بصراحة يا فندم أنا كنت عايز أعترف لك بحاجة. تعترف بإيه يا سيادة اللواء؟ أنا مش لواء. مش لواء إزاي يعني؟ أنا محاسب على المعاش حضرتك، وعملت كده عشان كريم حفيدي، إنما دي أول وآخر مرة هكذب فيها. ولما سعادتك مش لواء، مال بقيت كفيف إزاي؟ لا موضوع نظري ده، يرجع لسنة 1990. أنت هتكذب تاني؟ ما خلاص اتكشفت، يا بتاع البنات الصغيرين. ده من فضل حضرتك، بنات صغيرين ده. اقلع النضارة بتاعتك بقى وكلمني زي ما بكلمك كده. هي جميلة قالت لحضرتك اني مش لواء ومش كفيف؟ لا انا اللي شفت وسمعت بنفسي، لما محفظتك وقعت ودخلت وراك الكافيه عشان ارجعها لك، لقيتك بسم الله ما شاء الله شايف وماشي زي الفل، وقاعد مع بنت قد حفيدتك. لا بصيت في بطاقتك ولقيتك لا لواء ولا حاجة. الحقيقة أنا متأسف، أنا في موقف حرج فعلا. أنا كنت هبلغ البوليس. لا ولا جميلة اتحايلت عليا إني ما أعملش كده. لا بوليس على إيه؟ لا ده إحنا جايين نهدي النفوس، وأنا حمل بوليس برضه. اتفضل محفظتك أهي، وأفتكر ما أنتش محتاج دلوقتي حد يوصلك لغاية باب بره. لا حضرتك. لا مش تفتح يا بني ادم، انت بتوقع عليها الحاجه الساقعه. احمد ربنا انها ساقعه مش سخنه، كانت وحوحت لك دماغك. ده انت بيجي وحليل ادب. احنا اسفين يا فندم، اسفين يا فندم، اسفين يا فندم، وحقك علينا. اتفضل حصل كده يا فندم، طلبات حضرتك النهارده كلها على حساب المحل يا فندم. بس حضرتك بقى برقي البهايم اللي بتشتغل عندك يا ابن. اسفين انت يا فندم، اسفين يا فندم. اتفضل اتفضل يا فندم. تعالى يا كريم، تعالى يا كريم. زبون غريب. تعالى يا كريم. ايه اللي انت بتهببه ده يا كريم؟ انت ما تنفعش في الشغلانه دي خالص، ولا ينفع تتعامل مع زباين. انت تخش تشتغل في المطبخ بعيد عن الناس احسن. اتفضل. ناموسيه الكحلي يا كماليا. والنبي هيام تخليكي في حالك. هيام تاني يا بنت؟ احترميني، انا بقيت دلوقتي مرات ابوكي. ما هو يا اما تقولي لي يا ابلة هيام، يا اما تقولي لي يا طنط هيام. لما بابي يبقى يرجع باشتكي له عيطي له زي كل يوم. رايحه فين؟ رايحه الحمام لو مش هضايقك يعني. صبري جوه. وهو اخوكي ده بقى هيفضل راشق لنا هنا على طول كده ولا ايه؟ مش فاهمه. بيت اخته يا حبيبتي، يعني بيته. الله انا مش عايزه اقولك كتير في الموضوع ده. يعني هو الواحد ما يعرفش ياخد راحته في البيت ده ابدا؟ اه صحيح، ده انا نسيت ان صبري غريب وكلام الناس كتير قوي. ويكون في علمك احسن حاجه ليكي الجواز، ها، عشان نقطع السنه الناس. يعني صوت يا هيام ولا خش اسيح لك دمه عشان تتاكدي ان انا مش هتجوزه؟ ما ده يا بنت تكوني فاكره ان في راجل هيتجوز واحده متطلقه. لا يا حبيبتي، ده الراجل دلوقتي بيقعد وبيتشرط وبينقي الست على الزيرو، انما كسر الزيرو لا. وانا لحقت اتجوز ولا اتنيل؟ وبعدين برضو اخوكي ده لو اخر راجل في الدنيا يا هيام، والله العظيم ما هتجوز. ليه يعني؟ ليه هتنزلي انت بقى من برجك العالي ده؟ ولا يعني عشان لسه بتلبسي الهدوم بتاعت ايام العز هتنسي ان انت وابوكي ضيوف عندنا؟ والنبي تتنيل بقى على عينك. ماشي ماشي يا كاميليا، هتلفي تلفي وهترجعي لي تاني. قلبي بيتقطع عليها يا اختي. بعد الشر عليك يا حبيب اختك، كلام فاضي ده لعبنات، انما يا واد دايبه فيك بجد. اسالني انا. ما انت كل مره بتقولي كده وبتطلعي تضحكي عليا، وما بشوفش منها غير طناش في طناش. حتى ابوها كل ما اجي افتحه في الموضوع يغيره. دي بنته الوحيده ومش عايز يكسر بخاطرها، وانت عارف اللي حصل لها بعد اللي جرى لابوها. بس ليك عليا، اول ما يجي
هلين لك دماغه. او النبي يا اختي ايدي على كتفك. لا يا حبيبي ايدك في جيبك وطلع لي قسط الشبكه يا بابا عشان خاطر لما تيجي تتفق وتقولوا امين ننزل نجيب الشبكه. هات في انا مش فاهم حاجه. هو في ايه يا بابا؟ في ايه؟ انتوا حتى السلام ما بقيتوش بتسلموه على بعض. يا ابني انا وماما خلاص اتفقنا على الانفصال، يعني الموضوع ده منتهي. طب فين بقى الكلام اللي انت كنت بتقوله وكلنا في مركب واحده ولازم نبقى مع بعض؟ لا سيبك من المراكب، قول لي اخبار الشغل ايه؟ هو انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ نعمل فيك ايه يا ابني؟ احنا بنخليك تشتغل شغلانه شريفه عشان تعرف تصرف على نفسك كويس. ها يعني مثلا محتاج هدوم، محتاج تحوش، محتاج تجيب سجاير. هي فين الفلوس دي؟ انا رحت اقبض قالوا لي انت اول اسبوع تدريب. طب كويس الناس يشكروا يعني ان هم بيدربوك الحمد لله. يعني انت يا بابا ترضى ان ابنك يبقى جرسون؟ مالك جرسون، شغلانه شريفه يا ابني، ما هوش شغال حرامي ولا شغال نصاب. يلا قوم روح اعمل لي مثلا عصير ولا حاجه، بس اهم حاجه بقى تجيب الكوبايه ها تعملها بمنديل ورق كده اهو، ومن تحت بينها وبين الطبق اللي تحت ده بيبقى فيه منديل تاني كده. لو كنتوا لقيتوني على باب جامع ما كنتوش عملتوا فينا كده. بتقول حاجه؟ لا عايز العصير فريش ولا سموزي؟ سموزي. اتفضل. كريم شفت المصيبه دي؟ انا عايز اعرف ده حوار ولا بجد. ما هي المصيبه ان هما بيتكلموا بجد، دول مش بس هيتطلقوا ده كل واحد فيهم هيتجوز وبيتجهزوا من دلوقتي. انت بقى عرفتي كل الحوارات دي ازاي؟ بالنسبه لمامي فالضابط اللي كان في القسم كان متقدم لها اصلا من زمان، واول ما شافها بقى ولا كانها متجوزه، قعد يتكلم قد ايه هو بيحبها، شكله كده هو طلعها في دماغها. طب وبابا؟ بابي لما كنت معاه في البنك قابلت انكل شريف، قعدت بقى جرجره كده في الكلام لحد ما عرفت ان في استلطاف بينه وبين كيميدي. ده طلع كلام تاني خالص، انا كنت فاكر انها خناقه عاديه يعني هنديهم كلمتين هيبصوا على راس بعض الموضوع هيخلص، لكن احنا كده في خطر. طب ايه رايك لو ننتحر؟ ننتحر ايه؟ انت هبله، هو فيلم هندي؟ احنا لازم نفكر بالعقل. طب هنعمل ايه يعني؟ بصي احنا هنعمل اي حاجه تخلي طلاق زيزو من جميله فاكر.